السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ حسن حاجي، أستاذ تعليم ثانوي تأهيلي بمدينة أصلو. بالنسبة لي مشروع قراءة الكبتية في القسم كان بالنسبة لي يعتبر مشروع عام رائدا، على اعتبار أنه سيساهم في تصحيح مجموعة من التمثلات حول موسوعة الكبتية التي يعني كثير من الناس يعني لديهم نظرة خاطئة حولها، يعتبرون أن المصادر فيها ربما ليست ميزة موثوقية، ولكن بعد هذا المشروع وبعد التكوين الذي تلقيناه يعني على يد مجموعة من المستخدمين ديال ويكيبيديا في المغرب فالفريق العام بشكل عام، فبطبيعة الحال استنتجنا وتعرفنا على أن موسوعة ويكيبيديا موسوعة رائدة وأيضا تتوفر عن مصادر موثوقة ويمكن الاعتماد عليها في القسم وأيضا المساهمة في تعليم تنمية التفكير المغربي والرقي بالممارسة الصفية داخل القسم. بالنسبة لي كانت تجربة رائعة جدا، استفدت كثيرا من التكوين وأتعهد بأن أستخدم الكمبيوتر في القسم من أجل الرقي بالممارسة الصفية ورقي بمستوى التلاميذ في المنظومة التعليمية المغربية.